يعني مش الحال، بس انا عم فكر اني ايم الارض ما اخليه عكسي، شوف كيف نتيجة بتطلع. امسك الارض بس عليه باليمين، object properties visible to reflection و refraction له لا. اوكي خلينا نشوف كيف راح تصير التغيير. اجي لهون خلي فيو رندر اول بسيط، بس لا تكاش لشوف رؤوس اقلام يعني. اوكي تعالوا نعدل تعديلات شوي بسيطة بهي الماتيريال، ممكن نعطي هون شوي ابيض جوا، بركي بتساوي تحت انعكاس هيك قوي كتير طبعا، بس تعال نجرب نشوف شو التغيير رح يصير. تمام كتير قوي، بس مكانه تمام، يعني رح يأثر على تحت السيارة او رح يأثر على الدواليب. فخلينا نرسم واحد تاني هون، خليه اسود، واحد هون كمان خليه اسود، نجرب. انا هلا بيهمني الكروم اللي جوا، خليني اخذ ريجون لنشوف. طيب خليني اوسع شوي لنشوف. فين نحل هالمشكلة؟ راح ارجع من هون، ارجع ما عاد بدي اياه هون، خليه اسود ما كان. فينا نعمل نحن عاكس، عاكس كتير طريقته حلوة. راح نروح من الليفت نقيس F3، نرسم بلان، خليني بس احفظ شغلي، هرسم بلان طولها بحيث تأثيرها يكون للنهاية بالشكل. روح من التوب حطه هون بيرسبكتيف، خلينا نشوف شلون صار عندي الوضع. هنزله لتحت بالشكل، راح اعطيه مادة خلينا نسميها العاكسة مثلا، العاكسات. هنعملها تو سايدد، راح اخليه لون ابيض ونعطيه سيلف كلر او سيلف عفوا الومنيشن، خليه 100%. هلا هون بلبس الاوباسيتي، راح اعطيه جراديانت رامب. طيب نضيف لهون لون اسود، خلي هاي اسود، شوف وضوح اكتر هون، خلي الشكل بوكس، شوف شو عم يصير هون تغيير. كمان هون راح اعطيه لون اسود بهالشكل هذا، راح اخليه هذا اكيد ابيض. لاحظوا كيف صار الشكل، يعني هلا اذا بعطيه لهاد فعل هي طيب في عنا خلينا
خلينا الفوتر هون الباسيتي ندور 90 درجة تصير بهالشكل. نزله بهالشكل هذا. هذا شو؟ هذا عاكس. فإذا أول شيء ما بدي إياه يتأثر بالضوء، ثانيا بدي إياه ما يكون طالع عندي بالكاميرا، لكن هون كيف فوق هون بوشي، فأنا ما بدي إياه. فإذا نضغط عليه باليمين Object Properties بلو Visible to Camera، لا ما بدي إياه طالع بالكاميرا. ومن هون الضوء هو شو اسمه، تعالوا نسميه عاكس. من إعدادات الضوء هون Exclude بقول له ما املي العاكس. اوكي تعالوا نجرب هلا نشوف شو التعديل اللي صار او شو تأثيره على تأثير بسيط عم يكون تأثير على. طيب تعالوا خليني اقربه لشوف تأثيره بهالشكل. يعني هلا وضح شوي اكتر. طيب راح ننزله شوي لتحت واعمله سكيل هيك لفوق. خليني هلا شوف الفيو كله، شوف كيف تأثيره على السيارة. بكي بقيم تأثيره على السيارة بخليه بس على الدالوب او بخليه على كل شي. هلأ بنشوف حسب النتيجة. يعني نوقفه ناخد هالمنطقة نشوف كيف تأثيره. نكبر شوي. ظل لا بأس. شوف هون تعرف كيف صار. طبعا احنا عم نأكد على الدولوب اللي جواني على الجنط، بس هذا ما بيهمني اللي برا هلا. تمام اوكي خلينا ننتقل. اخذ وقته. خليني هون شادد نشوف شو هلا في عنا مواد لسه شوي. يكون نعمل بلش هون بالضواوي ضوء الادماني. تعالوا نعمل ماتيريال للغطاء الخارجي للضوء، فرح نسميه بلور الضوء الامامي بي ام تي ال. اعطي لون اسود الا واحد. الانعكاس خلينا نقول 100. نعطي جلوسينس 95 وخليني كمان الانكسار 250. خلي اي او ار 1.1. هذا البلور بيكون 1.1. شو كمان نغير؟ افكت شادوز. خلينا نجربه هيك كيف بيكون. نحرك الريجن نعمل تيست.
اوكي، خلينا نبلش نعطيها الماتيريال او للماتيريال للاجسام اللي جوا. جوات السيارة اللي هو هذا الشكل راح نعطيه، اي نعم هذا، راح نعطيه نفس المادة بلاستيك اسود لميع، بس راح نخليه ابيض. فراح نغير اسمه هون، نسوي ابيض، والديفيوز خليه يعني ابيض، ممكن عصفار وخضر بين الالوان هي، وما نعدل على شي تاني. اعطيها الماتيريال، طبعا الطرف الثاني نفس الشي. هون جوا رح نعطي مادة الكروم، خلينا نشوف وين الكروم اللي سويناها. هاي الكروم، نعطي كروم. السفير اللي جوا هدول ضوئي رح اعطيهم مادة بسيطة نسميها الأضوية الصغيرة مثلا تو سايدد، لون أبيض. أول سبيكيولر صف الجلاسينس يعني شي 150 الصين ماتيريال. في عندي بقى هذا هذا الشكل، البقيان ما عم يتحدد. طيب اخيرا هذا رح نعطيه مادة، ساي مادة جديدة بير ام دي ال، نسميه الضوء البرتقالي. نفس الشي خليه يعني اسود الى 8، هو كتير هيك، خلينا نقول اسود الا 5. الريفلكت بسيط 60، بدي اعطيه ديسبليسمنت من المابس، ناخد ديسبليس تشيكر شيكر، خلينا نشوفها، نعطيه المادة تايلينج هون، نرفعه شوي 25 يعني بحيث يصير هون مربعات، ونخلي الديسبليسمنت من ضعف ولا 3. هلا راح اخليه فرزنل، راح اعطيه انكسار كمان 240 منيح. راح يكون هذا، خليني اسوي بلاستيك يعني 1.45، وبالتالي هون كمان 1.45. راح اعطيه كولر فوج، لون برتقالي بهالشكل. هون ما حيبين، دايم بصير هون مشاكل بالرندر يبين اوضح. خلينا نعمل تيست نشوف كيف طلع. طيب اول شي ديسبلسمنت قوي مشان هيك طلع لبرا كأنه. ثانيا في عندي مشكلة بهذا البلور، فرح نبلش ديسبلسمنت، خلينا نعمله 2. البلور شوف شو قضيته، خليه هون بلا جلاسينس. شوف اوضح كمان شوي، خليني كبر قول 1500 عفوا، كل شوي صورة اكبر، اعمل رندر. هي يمكن ناجم عن الانعكاس. طيب قبل ما اعدل عليها راح نجرب طريقة، زبطت ما زبطت بنعدل عليها. راح نروح على التوب،
اف 3 كنترول اس لاحفظ شغلي بس. راح نجيب ضوء اومني نحطه بهالمكان، نروح للليفت نرفعه بالشكل، نرجع للتوب شيفت اخذ نسخة تانية منه خليه انستنس، بعدل عليه خليها واحد. هون في عندي كمان هون بدي بس يأثر انا على الضواوي من جوا، يعني بدي يأثر على هذا الشكل اللي جوا، هاد اسمه 11، في انا دول معدل عليه هون، هذا اسمه 12، والسفيرز الصغار اللي جوا اللي ما عم يتحددوا معي، هي مشكلة الماكس احيانا بالتحديد في كتير مشكلة كبيرة. ما تحددت. المهم السفير